مثلا. يا سلام، فيها أبيات جميلة قد سمعتها منك. أيوة يعني. مثلا هو طبعا أهله يعني يبلغون فيه، حتى أن بعض يعني أحدهم يقول إن نلت الهنا زال العنا ولك المنى، يا شاربا كأس الأتاي بدرجتي، إن الأتاي لنعمة ما فوقها من نعمة إلا نعيم الجنة. لا إله. ويقول الآخر كأن هو هذا اللي قوية مرة. لا يقول وطبعا يقول بطريقة إعداده، يقول كأن المسك يغلي حين تغلي ويجري في الأواني حين تجري. والآخر يقول أتاي لو سقيته صخرة أطربت باللهو منه والطرب. ويقول آخر لم يدري ما لذة الدنيا وبهجتها من لم يكن من الكؤوس الأتاي قد شرب، فهي المريحة للأحزان قاطبة، فكيف إذا خالط كأسها الحبق، نعنع كؤوسك إن أردت سقاءنا، لا خير في شيء بلا نعناعي، وإن أردت مودتي وصداقتي زدني على تثليثها بربع. يا سلام. لا علاقة اللي يقول يا محل الفنجال مع سيحة